لا توجد أرقام دقيقة لأعداد سجناء الرأي في مصر، خاصة وأن أحدا لا توجه له تهمة تحمل هذا الاسم ليسهل حصرهم. فالسجناء توجه لهم إما تهم سياسية أو جنائية. التقديرات حول أعداد المعتقلين في الفترة الأخيرة تتضارب. منظمة هيومان رايتس ووتش قالت قبل شهرين إن وزارة الداخلية أعلنت اعتقال 22 ألف شخص على مدار عام 2013، في حين يقدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد بقرابة 41 ألف معتقل حتى مايو الماضي. وجوه بارزة من النشطاء السياسيين والحقوقيين يقبعون حاليا في السجون، مثل علاء عبد الفتاح الذي سجن في عهد الرئيس المخلوع مبارك والمجلس العسكري، وأخيرا بعد 30 يونيو. هناك أيضا أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل ومتحدثها الإعلامي السابق محمد عادل، إضافة إلى الناشط أحمد دومة. ومن الفتيات هناك الحقوقية يارا سلام والناشطة سناء سيف. في حين يوجد عدد من الصحفيين مثل الصحفي عبد الله الفخراني مدير شبكة رصد الإخبارية والمصور الصحفي محمود أبو زيد والمعروف بشوكان. منظمة الصحفيين الكنديين من أجل حرية التعبير قالت إن ما لا يقل عن 60 شخصا من العاملين في وسائل الإعلام المصرية يقبعون في السجون. ويقول مسؤولون مصريون إنه لا يمكن توصيف هؤلاء المعتقلين وغيرهم بأنهم سجناء رأي أو معتقلون سياسيون، لأنهم محتجزون على ذمة قضايا أو لقضاء أحكام قضائية.